مرة بنطلون راح على المشفر، بتعرفوا ليش؟ قال لي عم طلع معه جيوب. قال في ليمونة مع صورة وفي ليمونة مع فيديو. الضحك هي لغة محكية بكل أنحاء العالم، وهي اللغة الوحيدة يلي يحكيها ويفهمها الجميع، والضحك هو حاجة ضرورية وأساسية لاستمرارية الحياة، وهو منبع التفاؤل لكل من يشعر بالضيق. بهذا الفيديو رح نحكي عن أغرب 10 حقائق عن الضحك. جهزوا فنجان القهوة وخلونا نبلش. أثبتت الدراسات أن الضحك يقوي جهاز المناعة عند الإنسان ويحميه من الالتهابات وأمراض القلب، وكمان أثبتت الدراسات أن الضحك من 10 ل 15 دقيقة متواصلة يوميا تساعدك على إنقاص 2 كيلو شهريا وعلى حرق 40 سعرة حرارية. قولكن بلش بالضحك؟ رح أخبركن هالمعلومة. تعرفوا أنه الأطفال بيضحكوا 3 مرات أكثر من الكبار؟ على فكرة وكيف الضحك هو مفيد للصحة، ولكن سجلت بعض الحالات النادرة بالعالم وفاة بعض الأشخاص من شدة الضحك. يعني ديروا بالكم انتوا عم تضحكوا، ضحكوا بالمعقول. وكمان بيضحك الإنسان العادي لحوالي 13 مرة باليوم الواحد. أثبتت الدراسات انه كمان الضحك هو معدي وممكن ينتقل من شخص لآخر، يعني ممكن انت تشوف اي شخص بيضحك وانت بتضحك بدون ما تعرف شو هو السبب. لا، والأهم من هيك، أثبت الدراسات أن الضحك هو أقل عرضة وأقل خطر للطلاق. يعني نصيحة للمزوجين، ضلوا اضحكوا وفرفشوا. الضحك ينشط الذاكرة وهو علاج للزهايمر ويوقي من النسيان. هل تعلم بأنه لما تضحك تتحرك بوجهك 17 عضلة وبجسمك 80 عضلة وسرعة التنفس تزداد؟ ملاحظة هامة، بعض الدكاترة بينصحوا بتجنب الضحك وخاصة بعد عملية جراحية في منطقة البطن، لأنه هذا الشيء ممكن يؤدي إلى فتح الجرح. وبالنهاية فيني أحكي لك أنه ممكن تبدل القهوة الصباحية تبعك بعشر دقائق من الضحك، لأنه هذا الشيء بيخليك سعيد ونشيط طوال النهار. هذا كان فيديو لليوم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا تحطوا لي لايك حتى اعرف انه فيديوهاتي عم توصلكم. قلكن مرة تانية، ضلوا تضحكوا، اضحك تضحك لك الدنيا. هذا كان كل شيء لليوم، شوفكن بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.